يلوح في الأفق خلاف روسي غربي حول اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب الذي كان من المقرر أن تنتهي المرحلة الحالية منه في 18 من مارس الجاري. هذا ومن المفترض أن يجري تمديد اتفاق تصدير الحبوب إذا لم يبدي أي طرف اعتراضا رسميا. قبيل انتهاء أجله، خلاف روسي غربي حول اتفاق البحر الأسود لتصدير الحبوب. خلال اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين، وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف قال إن الغرب يدفن مبادرة حبوب البحر الأسود التي تسهل تصدير المنتجات الزراعية الأوكرانية من موانئها الجنوبية. وعلى الرغم من أن روسيا لا تزال ملتزمة بالاتفاق، فقد انتقدت مرارا نهج الغرب تجاه المبادرة التي أبرمت في يوليو الماضي، قائلة إن الدول التي فرضت عقوبات على موسكو لا تفعل ما يكفي لتخفيف القيود على الصادرات الروسية لا سيما الأسمدة. وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين اتهم موسكو بالعمالة على تأخير شحنات حبوب روسيا في الأشهر القليلة المنصرمة بشكل متعمد. بلينكين دعا مجموعة العشرين بدعم تمديد مبادرة الحبوب وتوسيعها لتعزيز الأمن الغذائي للفئات الأكثر احتياجا. المرحلة الحالية من الاتفاق تنتهي في 18 من مارس الجاري، ومن المقرر تمديد الاتفاق إذا لم يبدي أي طرف اعتراضا رسميا. وقبل التمديد السابق للاتفاق في نوفمبر الماضي، صعدت روسيا انتقاداتها له أيضا، لكنها في النهاية سمحت بتمديده لمدة 120 يوما. وقالت وزارة الخارجية الروسية إنها لن توافق على تمديد ثان للاتفاق إلا إذا وضعت مصالح المنتجين الزراعيين الروس في الاعتبار. ولم تستهدف العقوبات الغربية القطاع الزراعي الروسي بشكل مباشر، لكن موسكو تقول إن العقوبات تؤثر على المدفوعات والشحن والتأمين، وبالتالي تشكل عائقا أمام صادراتها من الحبوب والأسمدة.